أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم المرتقب مع الدكتورة وفاء سلطان، حرب بلا سلاح. هذه الحلقة تتحدث الدكتورة وفاء تحت هذا العنوان: الله ليس منتقما ولا كارها. أجمل ترحيب بحضراتكم أينما كنتم، وتحية تقدير وترحيب أيضا إلى الدكتورة وفاء سلطان التي سوف نتابع معها الحديث الآن. دعونا ننتقل إليها، بنرحب بها وببرنامجها وبمشاهديها. أهلا بك يا دكتورة، تفضلي. مرحبا بك أخت نوال، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حرب بلا سلاح. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم شهرا ممتعا منذ آخر مرة التقينا. السؤال الذي أود اليوم طرحه والإجابة عليه هو: كيف نتعلم؟ كيف يتعلم الإنسان عموما؟ والجواب: نتعلم أغلب الأشياء عن طريق التقليد. يقلد الطفل والداه، ومن ثم كل بالغ في محيطه، ويصبح مع الزمن صورة عنهم، وتحديدا صورة عن الشخص الذي تواجد في حياته أكثر. اطلعت مؤخرا على رسم كاريكاتوري، طبعا أعجبني جدا، سيدتان تجلسان في مكان عام، وكل منهما معها طفلها. السيدة الأولى تمعن النظر وتركز في الموبايل في تليفونها، وطبعا يجلس إلى جانبها طفلها وهو أيضا يلعب بلعبته الإلكترونية. السيدة الأخرى تقرأ كتابا، وبجانبها طفل يقرأ أيضا كتابة. التفتت السيدة الأولى وقالت للثانية: كيف استطعت أن تعلمي طفلك القراءة؟ فردت: الأطفال يفعلون ما يفعله آباءهم. طبعا هذا صحيح، كل طفل يقلد والده أو أي بالغ في محيطه. ليس هذا وحسب، بل أن معظم الأطفال وحتى الكبار عندما يعجبون بشخص ما يجعلونه مثلهم الأعلى، ويصبح كل تصرف لهم سواء في وعيهم أو في اللاوعي عندهم هو صورة طبق الأصل عن تصرف ذلك المثل الأعلى. في علم النفس يسمون تلك الظاهرة internalization، طبعا أفضل ترجمة لها بالعربي التشرب، بمعنى أن الإنسان يتشرب مثله الأعلى حتى يكاد يصبح مع الزمن ذلك المثل تماما، كما لو أنك وضعت إسفنجة في ماء ملون، ترى الإسفنجة تمتص الماء وتكتسب لونه مع الوقت. لذلك في أمريكا، ولأن الأطفال ينظرون إلى لاعبي الرياضة كمثلهم الأعلى، ترى هذا اللاعب أو ذاك تحت عدسة الميديا وعدسات المجتمع، وأي خلل في تصرفه قد يؤدي إلى تحطيمه. نعم، إلى تحطيمه، لأن المجتمع لا يريد أن يكون المثل الأعلى للأطفال سيئة التصرفات. طبعا من خلال خبرتي وعلومي توصلت إلى قناعة أن المثل الأكثر اقتداء به هو الإله الذي يؤمن به الإنسان. نعم، الإله هو المثل الأعلى لأي إنسان يؤمن به، فالإنسان يقتدي بإلهه ويصبح مع الزمن صورة مصغرة عن هذا الإله.
لذلك قلت وأكرر القول أننا أمام كوارث في العالم الإسلامي اليوم، ولا يمكن أن نتجاوز تلك الكوارث إلا بإعادة صياغة الإنسان المسلم. ولكي نعيد صياغة الإنسان المسلم يجب أن نعيد صياغة الإله الذي يعبده. من جهة أخرى، محمد في الإسلام وكما يعرف الجميع وإن لم يعترفوا، هو في كثير من المواقع في القرآن وفي الأحاديث أهم بكثير من الله. هناك حديث محمد يقول: من أحبني فقد أحب الله، ومن بغضني فقد بغض الله. تصوروا، محبة محمد هي الأولى وهي الشرط الرئيسي لمحبة الله. كذلك هناك الحديث الذي يقول بأن الله فرض على المسلم الصلاة 50 مرة في اليوم، ولكن محمد قام برحلته المكوكية صاعدا ونازلا وهو يحاول أن يتفاوض مع الله وأن يقنع الله بأن ذلك صعب على المسلم، حتى خفضها الله إلى 5 مرات في اليوم. وكأن محمد يعرف واقع الحياة وصعوباتها أكثر من الله. كذلك هناك قصة أخرى، عندما لمح محمد زينب عارية في الخيمة، طبعا بعد عدة تداعيات، قال لزوجها عندما قدمها له: امسك عليك زوجك. فنزل سخط الله عليه وقال له: أتخفي ما في نفسك والله مبديه؟ الأمر الذي يدل على أن محمدا كان قد حاول الالتزام بالأعراف التي كان متعارف عليها، ولكن الله وبخه وطلب منه أن يتجاوز تلك الأعراف. هذه الأمثلة ضربتها لأبين بأن المثل الأعلى للمسلم ليس إلهه وحسب، وإنما نبيه. لست هنا لأدخل في التفاصيل الدقيقة لهذا الموضوع المهم، وسأتطرق إليها في حلقات لاحقة، لكنني هنا لأتناول بعض صفات هذا الإله الذي قدمه الإسلام لأتباعه، ولأريكم كيف يتشرب المسلم صفات إلهه، وكيف أصبح مع الوقت صورة عنه. من صفات الله في الإسلام أنه كاره ومنتقم، ولم نصل إلى هذا الوضع في أي بلد إسلامي إلا كنتيجة حتمية للكره والانتقام. كل هذه الشرور التي حرقت العالم الإسلامي مصدرها كره المسلم لأخيه الإنسان ومحاولته للانتقام. عندما يتعلم الإنسان في نعومة أظفاره أن مثله الأعلى والذي هو إلهه أو نبيه كاره ومنتقم، يتعلم كيف يكره وكيف ينتقم ويحلل الأمر لنفسه. كلنا قرأنا قصة كعب بن الأشرف وكيف أرسل محمد له عصابة لأنه كان يهجوه ويسب على المسلمين، وبين أفراد العصابة أخو كعب بالرضاعة. تصوروا على هذه الخدعة. أمن لهم كعب عندما سمع صوت أخيه فخرج من مضربه، فقطعوا رأسه وأخذوه إلى محمد وهم يكبرون، وعندما سمعهم محمد راح يكبر. عندما يقرأ شاب مقبل على الحياة هذه القصة بغض النظر عن الأسباب التي قطعوا رأس كعب بن الأشرف من أجلها، عندما يقرأ شاب مقبل على الحياة هذه القصة
ما هي الرسالة التي يتعلمها منه؟ طبعاً الرسالة التي يتعلمها منه أن الانتقام واجب، وأن قطع الرأس هو الطريقة المثلى للانتقام. طبعاً عندما نطلع على هذه القصة يطرح سؤال نفسه، ما هو الفرق بين محمد في هذه القصة؟ هل يختلف ما فعله في هذه القصة عما فعله أي حاكم عربي لو عبر مواطن ما عن استيائه من حكمه؟ تصوروا أن تسمع المخابرات في أي بلد إسلامي مواطنا يشتم الرئيس، هل ستتوانى تلك العصابة لحظة واحدة عن قتله؟ طبعا لا، لأن كل حاكم عربي هو صورة عن نبي الإسلام محمد. منذ محمد والتاريخ الإسلامي يكرر نفسه، بغض النظر قصدي أن أقول هناك بعض الذين يطلقون على أنفسهم الإصلاحيون، وهم كلنا نعرف ينادون بإصلاح صيغة الخطاب الديني. طبعا لم يشرح لنا أحد منهم ما هو المقصود بإصلاح الخطاب الديني. إذا كان القرآن خارج نطاق المقصود، لا يوجد أي أمل في إحداث إصلاح أو تغيير نحو الأفضل. ليس فقط السيرة النبوية هي التي تحث على الانتقام وعلى الكره، وإنما القرآن أيضا، فكلنا نعرف الآية التي تقول أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طبعا عندما لقد سبق في الماضي واحتجيت على وحشية هذه الآية، عندما نحتج يمط الغيورون على الإسلام. يجب أن تعرفي المناسبة التي نزلت فيها الآية. يحكون لي قصة الرعاة الذين غدروا بمحمد فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وفقأ عيونهم وتركهم يموتون في الصحراء. يعني وعلى حد قول المثل الشعبي السوري، إجلي كحلة عماهم. طبعا التفسير أسوأ بكثير من الآية. هل يعقل أن نبيا مرسلا من عند الله يعلم أتباعه الانتقام وبأبشع الطرق؟ تصوروا معي لو أتت القصة على الشكل التالي: عندما غدر الرعاة بمحمد، لنفرض أنهم غدروا به، طلبهم للمثول أمامه، طلبهم لمحاكمتهم، طلبهم أمام القضاء، ومن ثم حكم عليهم، دعونا نقول بجمع الماء أو الطعام للفقراء أو أي عمل شاق يعود بالنفع على المجتمع كله. أما أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويفقأ عيونهم ويتركهم في الصحراء، هل يعقل أن يقوم نبي بهكذا جريمة؟ طبعا كلنا رأينا كيف حرقت داعش الطيار الأردني معاذ الكساسبة. لنفرض أن الطيار قام بعمليات حربية بشعة، لنفرض ذلك، هل يحق لأي دولة في العالم أن تحرقه بهذا الشكل الشنيع؟ سؤالي، ماذا تختلف هذه الجريمة عن الجريمة التي ارتكبها محمد بحق هؤلاء الرعاة؟ فلماذا يتباكى المسلمون على معاذ الكساسبة ويتغاضون في الوقت نفسه عما هو موثق في قرآنهم من جرائم لو ارتكبت اليوم لاعتبرها المجتمع الدولي جرائم حرب وإبادة؟ طبعا زبدة الحديث أن الله رحيم ولا يمكن أن يكون كارها أو منتقما. نحن اليوم بحاجة لإعادة خلق المسلم من جديد،
لإعادة خلقه تربوياً وروحانياً وفكرياً وثقافياً. ويبدو الأمر مستحيلاً، مستحيلاً ما لم نعد صياغة الإله الذي يعبده. يحتاج الأمر إلى جهود جبارة تشارك بها كل الدول العالمية، وبالأخص الدول الإسلامية المعنية بالأمر. أعزائي المشاهدين، لدينا شريط لشيخ مسلم يتهم المسيحية بتحليل الزنا. عندما تستمع إلى تبريره تتساءل كيف يسقط العقل البشري إلى هذا المستوى من الإسفاف والندالة. طبعا لست هنا لأدافع عن المسيحية، فلها أهلها ولها تعاليمها، ولكنني لأتناول تبريره وأفنده منطقيا وأخلاقيا. دعونا نشاهد الشريط معا ثم نعلق عليه. في النصرانيه الزنا حرام، طب بس خلي بالك يعني سلوك النصارى يعني النصارى ممكن ما يعتبروش كده، او في اوروبا عشان تخلوا عن الدين وعلمنوها، لكن في دين النصارى الزنا حرام؟ لا ليس حرام. لا، الله محبه عند النصارى. لا 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 لا، هذا مفهوم خطا عند النصارى. المفهوم القاعده عند النصارى ان الله محبه. يعني ايه الله محبه؟ الله محبه اي ان الله يحب اي شيء. طب ليه ربنا بيحب اي شيء؟ لان الله هو المصدر لكل الاشياء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الذي يخلق الزنا هو الله، فالذي جعلك تزني هو الله. فاذا زنا الانسان هو من فعل الله عز وجل. فالله محبه اي ان الله يحب كل شيء خلقه، اي علينا ان نحب كل شيء خلقه الله. زميلنا محمد عبادي مدير الاداء هنا بس تحرير البرنامج بيقول لك، وهو في معرض الكتاب قال دول الكتاب ادوا كتب الله محبه واخوه الاسلام والحاجات دي والنصارى والمسلمين الكلام ده، تاخد بالك في المخيمات في سوريا بيوزعوا الانجيل وبيوزعوا كتب وصور الاطفال وحاجات كده. عشان بس نوضح للناس يعني ايه الله محبه. الله محبه اي ان الله يحب كل ما خلق. طيب لذلك القسيس معطوني خليفة لما تسأل عن الخمرة ما قالش حرام، ما حرمش الخمر والزنا، ما حرمش الكلام ده، عندهم مش حرام أساسا، لأن الله إيه؟ محبة. الله هو الذي خلق الزنا، هو الذي خلق الخمر. طب كيف إحنا نكره شيء ربنا خلقه؟ يبقى الله إيه؟ محبة. فنحن نحب كل شيء خلقه الله عز وجل. والمقابل في الإسلام المقابل حل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. يعني عندنا ضوابط، عندنا ضوابط. ربنا ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء وخلق لك مشيئه. عندك مشيئه تختار بها الحلال وتختار بها الحرام، وفي الاخر انت تختار فعلك وتحاسب عليه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. دي عقيده المسلم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، وجعل لك قرين خير يقول لك اعمل الخير، قرين شر يقول لك اعمل الشر، انت وسط بينهما، تروح مع الخير ولا تروح مع الشر. فانت في العباده مخير. انت مخير في كل شيء عدا القدر. تمام. عدا الايه؟ القدر. اعرف ازاي الشيء اللي انا مخير فيه؟ ازاي اعرفه؟ جميل. سؤال مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا. الله يحبك يا رب. الشيء اللي انا مخير فيه اعرفه ازاي من الشيء اللي انا مش مخير فيه؟ الشيء اللي انا مخير فيه هو اللي فيه الحلال والحرام، افعل لا تفعل. ده الشيء اللي انا ايه؟ مخير فيه، اللي هو بيسموه الاراده الشرعيه. جميل كده، احسنت. تمام كده. طب بالظبط. طب والشيء اللي انا مش مخير فيه؟ ده القدر. اي شيء مش مخير فيه اسمه قدر. يعني انت مخير تطلع ابيض ولا اسود؟ لا. طويل ولا قصير؟ لا. جميل. تتكلم عربي ولا انجليزي؟ يبقى اسمك ايه؟ دي حاجات ايه؟ قدر. مش مخير ايه فيها؟ هتموت الساعه كام في اليوم الفلاني؟ مخير؟ لا. هتطلع تلاقي ابوك فلان وامك فلانيه، مخير؟ لا. يبقى القدر هو الشيء اللي مالكش اختيار فيه. الشيء اللي مالكش اختيار فيه اسمه الايه؟ القدر. ولا تحاسب عليه ابدا. لذلك الانسان لا يحاسب على قدر. فالنصارى يقول لك ايه؟ طب هو ربنا اللي خلق الزنا.
ولا بزني، فربنا محبة، لازم أحب الزنا. نقول له لأ، لأن ربنا ما خلقش شيء وحش، ربنا سبحانه وتعالى خلق لك إرادة شرعية تختار بيها، وانت اللي ايه اللي بتختار. والزنا ده مش قادر ليه؟ لأنك في اختيار، انت بتختار، طالما لك ماشي او اختيار يبقى مش قادر. طبعا سأريكم التناقض الرهيب الذي وقع به هذا المعتوه، وطبعا المذيع الذي يجري الحوار معه ليس أقل عتها منه. هو يعتمد في تبريره على رسالة المسيحية التي تقول أن الله محبة. يقول الشيخ بأن المسيحية تعتبر الزنا من عند الله، ولذلك الله بيحب الزنا وبالتالي يحلله. من قال له بأن المسيحية تقول بأن الزنا من عند الله؟ الإسلام هو الذي يقول بأن الزنا من عند الله، وأكبر دليل على ذلك الآية التي استشهد بها هذا المعتوه، والتي تقول ألهمها فجورها وتقواها. إذن الزنا هو من الفجور، هو من الشرور. عندما أقول ألهمني الله هذه الفكرة أقصد أوحاها لي. لذلك الإسلام يؤمن بأن الإنسان عندما يزني الله أوحى له بالزنا، وليست المسيحية. لم أسمع في حياتي بأن المسيحية تقول بأن الله ألهم النفس البشرية فجورها وتقواها. الإسلام هو الذي يقول ذلك. ثم يعود هذا المعتوه ليناقض نفسه فيقول أن الإنسان مخير عندما يتعلق الأمر بالخير والشر. تصوروا في نهاية الحديث يقول أن الله مخير عندما يتعلق الأمر بالخير والشر، وفي بداية حديثه كان قد ذكر الآية التي تقول ألهمها فجورها وتقواها. كيف تقول في البداية بأن الله يلهم الفجور والتقوى، وتعود لتقول عندما يتعلق الأمر بالشرور بالخير والشر الله الإنسان مخير؟ هل رأيتم تناقضا أقبح وأسف من هكذا تناقض؟ هل يعقل أن الله يوحي للإنسان بالفجور؟ هل يعقل ذلك؟ طبعا لا. ولكن الإنسان، المسلمون عموما مبرمجون عندما يقول رجل الدين شيئا أن لا يستخدموا الملكات العقلية ليفهموا ماذا يقول هذا المعتوه. أكرر على الأخوة المشاهدين، سأكرر الفكرة. في البداية قال ألهمها فجورها وتقواها، أي أن الله قد يلهم النفس البشرية الخير والشر. وبناء على ذلك المسيحية عندما تقول إن الله محبة بيعتبروا الزنا من الله، ولذلك الله يحب الزنا. تصوروا على هذا التبرير القبيح الذي يدل على إسفاف هذا الرجل، هذا إذا كان رجلا. ويعود ليقول الإنسان مخير أمام الخير والشر. كيف؟ أنا شخصيا أعتبر إنه الإنسان عنده نزعة للخير، يولد وعنده نزعات للخير، عنده نزعات للخير. نحن مبرمجون إلهيا وكونيا على أن نفعل الخير. المسيحية تقول عبارة جميلة جدا، أننا على شاكلة الله. فعلا نحن على شاكلة الله، ولكن الطرق التربوية والطرق التعليمية والحياة وقرارات الإنسان هي التي تذهب به عكس طلع تلك الطبيعة الخيرة. الله محبة، الله يحب الإنسان كما خلقه، لم يوحي له بالفجور.
في المسيحية الله يحب الإنسان كما خلقه، ولكن هناك قول أمريكي يقول إنه الذي خلقنا الله عليه هو هدية من الله، وماذا نحن نفعل بأنفسنا هو هديتنا إلى الله. هذا هو. آمل إنه كل إنسان مشاهد سواء كان مسلما ملتزما بدينه أو كان غير مسلم أن يكون قد فهم النقطة التي أردت توضيحها في إظهار التناقض الذي ورد في حديث هذا المعدوم. أعزائي المشاهدين، لدينا شريط آخر. طبعا عندما سنعرضه سيتوقع المشاهد أننا عرضناه من باب الفكاهة، ولكن ينطبق على هذا الشريط العبارة التي تقول: كان بودي أن أضحك فبكيت. طبعا يعود بنا الشريط إلى السؤال الذي طرحته في بداية حديثي: كيف يتعلم الإنسان؟ الشريط سيعرض علينا كيف يتعلم المسلم في طفولته، فلنشاهد معا الشريط ثم نعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم تكاسل. عليكم تكاسل. هاتا. يترم المكان. عليكم تكاسل. عليكم تكاسل. هاتا. هاتا. يترم المقابر. يترم المقابر. كلا. كلا. سوف تعلمون. سوف تعلمون. ثم كلا. ثم كلا. سوف تعلمون. سوف تعلمون. كلا. كلا. لو تعلمون. لو تعلمون. إلما اليقين. إلما اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم تسألون. ثم تسألون. يوم يجي. يوم يجي. أنا النهيم. أنا النهيم. سسكت الوادي. لي. علي بازي. وما زلنا نتساءل لماذا هذه الكوارث والحروب في البلاد الإسلامية. هذا الشريط يجيب على هذا السؤال. أعزائي المشاهدين، شكرا لإصغائكم. أعود بكم إلى استديوهات الآرامية لنتواصل من هناك. نحييك ونحيي مشاهديك دكتورة وفاء من استوديوهات الآرامية. تابعنا باهتمام شديد كل كلمة تفضلت بعرضها أمام مشاهدينا في هذه الحلقة، وهذا الموضوع الهام جدا. الله ليس منتقما ولا كارها. أحبائي المشاهدين، هذا هو موعد مداخلتكم وأسئلتكم مع الدكتورة وفاء سلطان. بعد هذا الفاصل هتكون خطوطنا مفتوحة للمداخلات والأسئلة، رجاء تكون في صميم موضوع هذه الحلقة وحديث الدكتورة وفاء. ابقوا معنا، فاصل قصير وهنعود حالا. من جديد نعود لنكمل لقائنا مع الدكتورة وفاء سلطان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حرب الأسلاح. وتفضلت الدكتورة وفاء في طرح هذا الموضوع الهام: الله ليس منتقما ولا كارها. هذا هو موعد الآن لمداخلتكم واتصالاتكم معنا على الرقم الموجود أمامكم على الشاشة، إنما كنتم تستطيعون استخدام هذا الرقم لمن لديه مخابرات على الفايبر فقط. بس قبل، هناك تعليق من أحد المسلمين الذي يقول إلى الدكتورة وفاء سلطان: أنت يا دكتورة لا تعلمين كيف تفسري الآيات القرآنية. فهذه الآية تقول أن الله، بحسب اللي نقل هذا التعليق، أن الله منتقم من الكفار والمشركين. هو منتقم لكنه ينتقم من الكفار والمشركين. وتعليق آخر طبعا من ضمن التعليقات اللي بتوصل، أن داعش لا
تمثل الإسلام، بل هي صناعة مخابرات الدول الغربية. طبعا الدكتورة وفاء سلطان هترد على هذين التعليقين، بينما ننبئ أن الخطوط مفتوحة الآن ونرحب بكم. فقط أردت أن أنا لست هنا بصدد الرد على هذا الفيديو. أنا أشكرك دكتورة وفاء من أجل كل طرحك اللي تابعناه باهتمام، لكن هناك آية جدير أننا نضعها الآن في رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 1 وعدد 16. الآية بتقول: لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذا هو الإله الذي نعبده ونؤمن به نحن كمسيحيين. تفضلي دكتورة وفاء. الأخ يقول بأن الله منتقم وكاره للكفار وللسيئين. يا أخي، إذا في يوم حساب دعه يكون يوم الحساب منتقما وكاره، لا اعتراض على حكمه. أما أن يعلم أتباعه أن ينتقموا في الحياة الدنيا من الكفار، هل يعقل؟ هل يعقل أن يقول لأتباعه فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب؟ أوكي، كفروا وبدوا ينتقم منهم، that's fine، هذا لا اعتراض عليه. يوم الحساب بإمكانه أن يحاسب هؤلاء البشر وينتقم منهم بالطريقة التي يراها مناسبا، لا اعتراض له. أما أن يطلب من الإنسان أن يقيم ما في قلب الإنسان الآخر، وإذا استشف أنه كافر عليه أن يقطع رقبته، هل يعقل هذا؟ هل يعقل لأن كعب بن الأشرف شتم النبي وسب المسلمين يقطع رأسه؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن يرسل نبي من عند الله أخوه لكعب، أخوه بالرضاعة، وكان الأخ ما قبل الإسلام بالرضاعة يعتبر أخ حقيقي، عندما سمع صوت أخيه أمن له فخرج من مضربه فقطعوا رأسه. فكر في التفاصيل الدقيقة والقبيحة جدا لتلك الآية. هل يعقل؟ لماذا لم يقبضوا عليه ويجروه من رقبته إذا كان مذنبا لا اعتراض إلى النبي؟ ولماذا لم يقم محمد بمحاكمته على الملأ وطرح الأسئلة عليه؟ لماذا أنت تهجوني؟ لماذا أنت تسب المسلمين؟ ويستمع الكل إلى أجوبة كعب بن الأشرف وإلى دفاعه عن نفسه. حتى بعد هذه المحاكمة لو أمر محمد بقطع رأسه سيكون الأمر أخف وطأة. بسبب هذا السلوك الذي اعتاد محمد أن يسلكه الحاكم الإسلامي منذ ذلك الوقت وحتى تاريخ هذه اللحظة، يحذو حذو محمد. قلت في بداية حديثي إذا سمعت المخابرات، ليس شرطا أن تسمع، إذا وصلها تقرير من أن مواطنا ما سب الرئيس، ماذا تتوقع أن تفعل تلك العصابة من المخابرات؟ كما قلت، التاريخ الإسلامي يكرر نفسه منذ محمد وحتى تاريخ اليوم، والظلم والقهر السياسي والطغيان السياسي الذي يعيشه المسلم في بلده الإسلامي هو نتيجة حتمية لهذا السلوك المحمدي. تقول بأن داعش من صنع الدول الغربية. إذا كانت فعلا من صنع الدول الغربية فبارك الله الدول الغربية، لأنها أخرجت لكم فيلما وثائقيا عن حياة محمد، عن حياة محمد. داعش ليست إلا فيلما وثائقيا عن حياة محمد وعن الجرائم التي ارتكبها في حياته. تريد الدول الغربية، إذا اعتبرنا أن فرضيتك صح
والدول الغربية هي التي خلقت داعش. تريد هذه الدول أن تظهر لك معنى الإسلام. قل لي، حدثني عن فعل واحد قامت به داعش ولم يفعله محمد نبي الإسلام. شكرا على الرسالة، دعونا نذهب إلى مشاهد آخر. أوكي. شكرا دكتورة وفاء. هناخد اتصالين على التوالي. معنا دكتور عصام، بنرحب بك، أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذ نوال. مساء الخير لحضرتك. أهلا. مساء الخير على السلطانة. أهلا دكتور عصام، أهلا بك. أنا الحقيقة ما تابعتش الموضوع من الأول، لكن أنا عارف أن ده موضوعك من شهر، فأتكلم في نقطتين أتمنى أن أكون في الموضوع نفسه. أول حاجة، الرجل اللي علق عليك الأولاني بالنسبة لقتل الكفار والمشركين التي يدعو إليها إله الإسلام، إذا كان حبيبي ربنا بيدعو من لا من يعرفه أن يقتل من لا يعرفه، أمال الدعوة لمين؟ يعني ما فيش منطق في هذا الأمر خالص. ده منطق مش بتاع إله. ربنا بيدعو اللي ما يعرفوش، لكن يقول اللي تعرفه يقتل اللي ما تعرفوش، أمال هتدعو مين؟ دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية في موضوع حضرتك، في الكتابين، الثلاث كتب السماوية اللي بيقال عليها، الثلاثة ذكروا قايين قتل هابيل، وكان رد فعل الله على هذا العمل لعنة الأرض لهذا القتل. فكرة القتل نفسها الله يرفضها، وبالنسبة بغض النظر انت بتقتل لأي سبب، وبسبب هذا السبب الله لعن، خلى الأرض تلعن هذا الإنسان، وبالتالي أي دعوة لقتل إنسان فهي ليست من الله. شكرا أحسن. دكتور عصام أشكرك. هناخد الاتصال التالي. معنا اتصال من أمريكا، أهلا وسهلا، فضل. مرحبا أختي نوال. مرحبا وسهلا، أهلا بيك. مرحبا أختي دكتورة وفاء. أهلا أهلا أخي، اسمك الكريم؟ زيا. زيا، اهلا بك. اهلا بك. اسمي هو ابن الرافدين، بس قالوا لي لازم تقول اسمي. يا ابا ما يخالف ولو يخالف، تفضل. المهم الموضوع ويا قوي الي، انا ما اتصل اذا ما يكون موضوعي ومنطقي. هسه هو لازم واحد يحبني ولا أعمال يحب؟ يعني أنا مثلا كسب المثال ده أقول لازم تحبوني. أوكي يا أخويا شلون تحبني غير أفعالي تكون شداسة وشو أعمل حتى تحبني؟ إذا أقتل وأطبع رجل لازم تحبني؟ لو هو ما أحبه. أوكي أوكي، شكرا جزيلا اخونا زيا. طيب خلينا ناخد ايضا اتصال ثالث. معنا سامي، الاخ سامي تفضل. الو، السلام عليكم. مرحب بك اخونا، اهلا وسهلا. إيه ممكن احكي مع الدكتور وفاء؟ معاك الدكتور وفاء. تفضل اخي سامي، انا سامعتك. يعطيك العافيه. اهلا اخي. انت دكتوره تدعي انك دكتوره وانسانه متعلمه وفهمانه، الله يزيدك من فهمه، بس شكرا. انت تسيئي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لازم تكوني بذرة لزرع السلام والمحبة بين الناس، بذرة لزرع المحبة بين الأديان، ليس الفتنة بين الأديان. أنا بتابعك من زمان، من زمان بتابعك وبسمع لك محاضرات كثير وبسمع كل إشي بتحكيه. عمرك ما حكيتي إشي سلبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما أنت كل حكيك سلبي. عمرك ما حكيتي إشي إيجابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أخي سامي أرجوك أن تبقى معي على الخط. هل أنت معي؟ معك نعم. إحنا المسلمين لما نقول سيدنا عيسى، نقول سيدنا عيسى عليه السلام. اسمع أخي سامي، أنت تقول أنك تريدني مشكورا أن أكون بذرة لزرع السلام بين الأديان،
قل لي، سأطرح عليك آية، سأقول لك آية من القرآن، قل لي هل هذه الآية تزرع بذور السلام بين الأديان؟ في آية بتقول لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم. طبعا العقيدة المسيحية كلنا نعرف مبنية على فكرة أن الله تجسد في المسيح. هل ترى هذه الآية تزرع بذور السلام بين الأديان؟ جاوبني بنعم أم لا. نعم، لأن الله قال هذا والرسول قال هذا، يعني هذا. بقى أنت بتفرض دينك بالقوة، تفرض دينك بالقوة وتقبل من الآخر أن يرى في ذلك الدين سلاما. أنت عندما تهين عقيدة الآخر، عندما تحط من عقيدة الآخر، يجب أن ننظر إلى الأمر على أنه زرع لبذور السلام. بدي أقول لك كلمة، ربنا كان في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى كان في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين، وأنت بتستهزئ في الرسول وجزائك. اسمع ربنا أخي سامي، أخي سامي سؤال آخر على ما يبدو قدرتك على الاستيعاب كتير ضئيلة. بدي أطرح عليك سؤال أبسط. تصور أنه يكون في قبيلة في الصين عند معتقد، عند ديانة، تقول لقد كفر الذين قالوا أن محمدا رسول الله. كيف سيكون شعورك؟ قل لي مشاعرك لو أن صينيا لديه عقيدة تؤمن بأن المسلمين كفار، كيف تشعر؟ قل لي كيف تشعر. الناس المسيحيين مضبوط بيحترموا الرسول صلى الله عليه وسلم. انت من اصول مسلمه وانت بعرف شو اللي أخي سامي يجب ان نصل الى ارضيه مشتركه في الحوار. انت طرحت علي فكره تريدني ان اكون بذره لزرع السلام، وانا اطرح عليك سؤالا، هل الايه التي تكفر المسيحيين تزرع سلاما بين الاديان؟ هل الآية التي تقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب، هل هذه الآية تزرع السلام؟ كن شجاعا، كن رجلا وأجيبني على هذا السؤال. إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب، هذا في المعركة مش في السلام، في المعارك، في الحروب، لما توقفوا. أي حروب؟ من أنت كي تقيم حربا ضد من تعتقد أنهم كفار؟ من أنت كي تقيم إنسان على أنه مؤمن أو كافر؟ هذه مهمة الله وحده، مهمة الله وحده. الله هو الذي يدري ما في القلوب، الله هو القادر على أن يقيم من هو مؤمن ومن هو كافر، وهو وحده القادر على عقاب المشرك أو الكافر. من أنت كي تضرب رقبة الكافر؟ من أنا أنت؟ أنا ما ضربش رقبة حدا، بس أي من أنت تتقيم رسول الله؟ من أنت تتقيم رسول الله؟ من أنت تتعطي شهادة حسن سلوك؟ من أنت؟ أنا جاوبيني، من أنت تتقوم رسول الله وتحكي عليه؟ من أنت؟ شو أنت بالإعراب؟ أنت كل إنسان كل إنسان يحق له أن يقيم تصرف إنسان آخر، ولكن أن يقيم إيمانه، من يدري بما في القلوب؟ لكن عندما ترى إنسانا يقطع رقبة، أنت قادر على أن تقيم هذا التصرف، وأنت قادر على أن تحكم على هذا التصرف إن كان خيرا أو شرا. لقد أعطانا الله الملكات العقلية لكي نقيم تصرفات الناس، ولكن لا يستطيع إنسان على سطح الأرض أن يقيم مدى إيمان إنسان آخر. الإيمان هو في القلب، ويجب أن تكون همة الله أن يقيم إيمان الناس، وليس مفروض أن الإنسان يقيم إيمان الناس. من حقك أن أقيم أي تصرف، ومن حقك أنت أن تقيم أي تصرف، أما أن تقيم مدى إيماني، هل أنت تعرف ماذا في قلبي؟ ما حدا بقى. طب خلصت، بقدر أحكي يعني هلا في مجال؟ تفضل. أنت من حقك تقيمي أي إنسان، إنسان، أنت قلت إنسان، من حقك تقيمي أي إنسان سين طالعين، بس ما من حقك تقيمي الرسل والأنبياء، ما من حقك
تعطي شهادة حسن سلوك. ما من حقك السيئي لرسول الله. الرسول ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قال سيدنا فهد إنك لعلى خلق عظيم. هذه جملة إنشائية لا تقدم ولا تؤخر. تصرفات محمد وسيرة محمد وحياة محمد وأقوال محمد هي التي تعطينا فكرة عن أخلاق محمد. الإنسان اللي بيخطب طفلة في السادسة من عمرها وبيفاخذ طفلة في السادسة من عمرها ليس خلوقا وليس جديرا بالنبوة. هذا هو أضعف الملكات العقلية عند الإنسان، يجب أن تصل به إلى تلك القناعة. الإنسان الذي يسبي امرأة قتل والدها وأخاها وزوجها في نفس اليوم ونام معها في ظل دابته، هذا ليس نبيا خلوقا وليس نبيا جديرا. هذه الأفعال هي التي دمرت مجتمعاتنا، ولذلك من حقي أن أقيم تلك الأفعال. طالما محمد هو المثل الأعلى وطالما قادتنا سيرته وكتابه إلى الواقع المزري الذي يعيشه وطني سوريا اليوم، من حقي أن ألقي، من حقي أن أضع تلك السيرة تحت عدسة مجهري. من حقي 1400 سنة ونحن صامتون تحت حد الصيد، جاء الوقت لكي تنظف امرأة الأوساخ التي تركها نبيك، القاذورات التي تركها نبيك. لقد دمر مجتمعاتنا، سوريا تدمرت بسبب تلك العقيدة الإرهابية التي غسلت العقول. من حقي أن أقيم تلك التصرفات. عندما يعتبر المرأة كالحمار وكالكلب الأسود، وأنا امرأة ولدت وتربيت على أن أكون مسلمة ورأيت كيف تعاني النساء في مجتمعاتنا من تلك العقيدة التي طحت من المرأة، من حقي أن أتمرد عليها، من حقي أن أعلم الناس كيف يقيم تلك العقيدة. هل فهمت؟ يبدو يعني أنه الاتصال معه انقطع. خلينا ناخد الاتصال التالي. اسمحي لي دكتورة، معنا من أمريكا مجدي. أخ مجدي تفضل، ياريت تتكرم المداخلة في دقيقة لو تتكرم. تفضل أخ مجدي. مساء الخير الأخت الفاضلة نوال. وأحيي الدكتورة وفاء سلطان. أنا بس تعليق بسيط الأول على الأخ سامي. طب هو يثبت لنا أن محمد نبي، وهل الله هيرسل نبي عشان يقتل ويلعن ويشتم ويعمل البلاوي دي كلها؟ ده التعليق بس. ليه كلام كتير بس أنا عشان الوقت. أنا كنت هتكلم أول حاجة على الشيخ المعتوه الأولاني اللي كان بيتكلم على شرب الخمر. ما عرفش ان النبي يقعد يشرب الخمرة لحد قبل ما يموت بخمس سنين، وكان يتوضى بالخمرة ومضمض بقه بالخمرة لحد قبل ما يموت بخمس سنين، وجاء عمر بعد منه اللي هو حرم الخمرة. شكرا لهذا التعقيب. اخ مجدي، ناخد الاخ ماجد من الاردن. ماجد من الاردن. مساء الخير اخت نوال. مرحبا بك اخونا ماجد، اهلا ومرحبا لدكتورتك لو بيتك الدكتوره. شكرا. أهلاً يا اخي ماجد. يا هلا استاذه يا دكتوره، لو سمحتي. أيوة. انت تستشهدين. أيوة. في ايات قرانيه لا تعرفي معناتها. أوكي. لو كنت تعرفين معناتها لا الومك. اولا، ماذا تعني كلمه في الرقاب؟ افيدنا من علمك. ماذا تعني؟ وماذا تعني كلمه ضرب؟ انت تستشهدين فاذا قلتم الكافرين فضرب الرقاب. كم للايه؟ اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، اي اذا اثرتموهم ربطوهم اربطوهم. شايفه؟ اولا لما رب العالمين يقول لك
إنما الصدقات للمساكين والمحتاجين والمستبيد وفي الرقاب. ماذا تعني الرقاب؟ بعدين فإذا شو اسمه من أجل الرزق لما يقول لك فإذا ضربتم في الأرض، شو معنى ضربتم في الأرض الضرب؟ إذا كنت تفهمي معنى الآية الأولانية. أوكي سو أخي ماجد شرح لي ما معنى الآية. لهون فهمت عليك، شرح لي ما معنى الآية. إذن ماذا يقصد الله بضرب الرقاب؟ اشرح لي. يا دكتورة فإذا لقيتم الكافرين فضربوا الرقاب، وين الضرب يعني التطويق للأسر، فإذا أسخنتموهم يعني إذا أسرتوهم فشدوا الوثاق ربطوهم كي لا ينهدموا. بعدها بقول لك فإما من وإما فداء، أي في تبديل الأسرى أو الفداء بالمال. ضرب الرقاب ماذا تعني أخي؟ أخي خليني أفهم عليك، يرضى عليك خليني أفهم عليك، ماذا تعني كلمة فضرب الرقاب؟ هل تعني ربط الرقاب؟ ضرب الرقاب كلمة الضرب تعني التطويق من أجل الأسر مشان يعفو، لأن بقول لك فإذا أسخنتموهم يعني إذا أسرتوهم فشدوا الوثاق فربطوهم. طيب إذا كان أولا إذا كان كلامك صح، إذا كان كلامك صح دعني أعطيك آية أخرى تشرح تلك الآية وتؤكد أن ضرب الرقاب معناها قطع الرقاب. أولا ارجع إلى أي تفسير للقرآن، أتحداك أن تجد تفسيرا لتلك الآية في أي كتاب من كتب السنة، من كتب التفسير أقصد، ولا تقول ضرب الرقاب معناها قطع الرقاب. أما الآن عندما حاصركم العالم في زاوية ضيقة رحتوا تحاولون أن تبيضوا وجها لن يبيضه أسيد العالم كله. أسيد العالم لما هناك آية تقول اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلوا أو يقتلوا. هذه الآية تؤكد لك أن القتل شريعة محمدية. لا أوكي خلينا نحط على طرف أنه ضرب الرقاب معناته ربط الرقاب، علما بأن الإنسان ليس رقبة، الله يحط من الإنسان عندما يعتبره رقبة. الإنسان هو جسد وعقل وروح، ومن المخزي بمكان أن تستخدم كلمة رقبة. ومع هذا دعنا نضعها على طرف، علما بأنه لا يوجد تفسير إطلاقا في أي كتاب كالتفسير الذي أتيت به، ولكن هناك آيات كثيرة تؤكد أن ضرب الرقاب تعني قطعها. الآية التي تقول أن تقاتلوا فتقتلوا أو تقتلوا، فتقتلوا أو تقتلوا، اشترى الله من المؤمنين أنفسهم. ما رأيك بهذه الآية؟ ما رأيك بهذه؟ الله يشتري الإنسان لكي يقاتل؟ الله يشتري الإنسان لكي يكون روحانيا، لكي يكون محبا، لكي يكون لطيفا، لكي يكون بناء، لكي يكون خيرا. أما أن يشتري الله فقط، يشتري المسلم فقط ليقاتل فيقتل أو يقتل؟ هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ أخي ماجد حركوا عقولكم. الله منحكم ملكات عقلية وطلب منكم أن تستخدموا تلك الملكات عندما تفكروا. هل يعقل أن يشتري الله من المؤمنين أنفسهم مقابل الجنة بأن لهم الجنة على أن يقاتلوا في سبيل الله فيقتلوا أو يقتلوا؟ يعني لا يهم سواء قتلت أو سواء قتلت ستذهب إلى الجنة. هل هذا منطق؟ هل هذا أخلاق؟ فكر معي، هل هذا أخلاق؟ أنا لست ضد المسلم أخي ماجد، بالنهاية أنت إنسان وأنا أنظر إليك كجسد وكعقل وكروح، والمفروض أن أتعامل معك بناء على هذا التكوين الثلاثي. أنا لا أملك شيئا ضدك، أنت أخي في الإنسانية،
قد تكون أقرب إلي من أقرب صديق إلي. أنا لست ضدك، أنا لست ضد عقيدتك، أنا ضد الفكرة التي تسيء إليك كإنسان، أنا ضد الفكرة التي تسيء بها إلى إنسان آخر. نحن أمام أفكار، نحن لا نقيم هنا بشرا، نحن نقيم عقيدة، نحن نقيم فكرة. من حقي ومن حقك أن تقيم أي فكرة قبل أن تسمح لها بدخول عقلك، قبل أن تسمح لها. هل يعقل أن تتلو تلك الآية على طفلك لنقل البالغ من العمر 7 سنوات وتحاول إقناعه بأن الله اشترى منه نفسه لكي يقاتل في سبيل الله؟ تصور أخي ماجد، تصور لو جاءت الآية على الشكل التالي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة على أن يبنوا ويساهموا في تجميل الحياة وأن يكونوا خيرين لأبناء جلدتهم من البشر. تصور لو جاءت الآية على الشكل الثاني، هل كان داعشي شق صدر مسلم آخر وأكل قلبه؟ طبعا لا، طبعا لا. فكر معي أخي ماجد، أنا لست ضدك، والمفروض أن لا تكون أنت ضدي شخصيا. نحن هنا نناقش أفكار ساهمت وما زالت تساهم في صنع المسلم. أخي ماجد، أي واقع تعيشه، أي واقع، الواقع الذي تعيشه اليوم هو ثمرة حتمية لسلوكياتك منذ أن ولدت وحتى تاريخ هذه اللحظة. وطبعا كل سلوك أنت تقوم به هو بناء على فكرة دخلت عقلك. الواقع الذي تعيشه البلدان الإسلامية اليوم هو ثمرة حتمية لسلوكيات المسلمين منذ أن رفع محمد سيفه وحتى تاريخ تلك اللحظة. أخي ماجد، فكر معي مليا، أرجوك، أتوسل إليك أن نكون منطقيين في حواراتنا. الفكرة هي التي تبني السلوك، والسلوك هو الذي يبني الواقع. فكر معي، هل يعقل أن الله يشتري من الإنسان حياته مقابل أن يقتل أو يقتل؟ هل يعقل؟ فكر مليا. لا تقل لي أنت لا تفهمي الآية، لا تحمل اللغة أكثر مما تحتمل. عندما أقول لك أعطني الكأس، أعطني هذا الكأس، ما فيني أقول لك والله أنا قصدت افتح الباب، لا يمكن. لكل كلمة، بعدين في اللغة العربية قد تحمل الكلمة أكثر من معنى، ولكن المعنى يتوقف على الجملة التي جاءت بها الكلمة. إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب، حتى ربط، من أنت كي تربط رقبة؟ لنفرض جدلا أننا وافقنا على تفسير الآية ألا وهي ربط الرقبة، علما بأنني أعود وأتحدى إذا كان هذا التفسير موجودا في أي كتاب تفسير. لنفرض جدلا أن الغاية ربط الرقبة، من أنت كي تربط رقبة بحجة أن صاحب الرقبة كافر؟ من أنت كي تقيم الكافر؟ لا أحد يستطيع أن يقيم إيمان شخص آخر. نحن نستطيع تقييم الأفكار، نحن نستطيع تقييم السلوكيات، لكن تقييم الإله يجب أن يبقى مهمة من اختصاص الخالق. أعرف أخي، أعرف أنا أقدر ظرفك حق التقدير، وأعرف تماما كم هو مؤلم أن يكتشف المسلم أن عقيدته على الأقل لم تعد مناسبة للزمن الذي نعيش فيه، مؤلم جدا. أنا عندما بدأت أضع الإسلام تحت عدسة مجهري تألمت كثيرا وقاومت كثيرا، قاومت وحاربت نفسي كثيرا، لكن كان لابد أن أستخدم علومي وأستخدم ملكاتي العقلية. سئل مفكر فرنسي
أنت لا تؤمن بالله، يوم الحساب ماذا ستقول له؟ قال سأقول له منحتني عقلا واستخدمته وتوصلت به إلى تلك القناعة. الله أعطانا العقل لكي نفكر فيه، الله أعطانا العقل. كل فكرة تسيء إلى الحياة هي فكرة غير خلوقة، كل فكرة تسيء إلى الإنسان هي فكرة غير خلوقة. عندما تصف، عندما تضع المرأة في مرتبة الحمار والكلب الأسود، أنت تسيء إلى أقدس مخلوق على سطح الأرض ألا وهو المرأة. أنت جئت من المرأة، أنت جئت، أنت الجزء وهي الكل، ببساطة أنت الجزء. فكيف يضع يحط الإسلام بالمرأة وتريدني أن أصمت وأن لا أتناول تلك التعاليم؟ أريد منك أن تفكر، أريد منك ما تعصب، أريد منك أن تناقشني بهدوء، أن تناقشني بمنطق، أن تناقشني بأخلاق. أريد منك أن تجيب على سؤال: هل يحق للإنسان أن يقيم إيمان إنسان آخر؟ أتمنى أن أسمع صوتك في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. أشكرك من أعماق قلبي على متابعتك للبرنامج وعلى متابعتك للمشاركة فيه، لأننا وأنا على ثقة لو استمرينا في الحوار المنطقي سنصل معا إلى أرضية مشتركة. أعتذر من الأخت نوال لأنني أخذت من الوقت أكثر من اللزوم. إطلاقا إطلاقا أنا أشكرك، بس هناخد آخر اتصال وبعدين حضرتك هتعلقي على الاتصالات اللي لم يتم التعليق عليها. هذا الاتصال معاك يا دكتورة من أسبانيا، معنا الأخ عبد الحق. أهلا بيك، تفضل عبد الحق. مرحبا، اسمحي لي لم أتكلم اللغة الفصحى لكن أحاول لكي تصلك الرسالة. أخي ليس شرطا، كلم بأي لغة محلية وأنا راح أحكي معك بالمحلية. شكرا شكرا لالا وفا سلطان، نورتي البلد، نورتي العالم، ما شاء الله. انا سعيد جد فرحان ملي نسمع صوتك، ونتمنى ان شاء الله لك طول العمر وطول العمر، ونتمنى مول العمر ديالك تزاد لينا شي وفا اخرى، دوزيام وفا دوزيام وفا سلطان اخرى ان شاء الله، باش تسيغي مع تستمر معنا في هذه المسيره ما شاء الله عليك، ونتمنى لك طول العمر والحياة. هذا بركة عليا، لا نزيد بزاف. شكرا لك أخي عبد الحق، شكرا من الأعماق. تتمنى مني أن أستمر في مسيرتي، وأنا أعدك وعدا، أنا أعدك وعدا قاطعا من أنني سأستمر إلى آخر يوم في حياتي. غايتي الأولى والأخيرة هو تقديس الحياة، ليس تقديسها وحسب، وإنما العمل على تحسين نوعية الحياة. كل تصرف يقوم به الإنسان ويسيء فيه إلى الحياة هو تصرف غير منطقي وغير إنساني. هذه هي الغاية. الغاية كما قلتها وأكرر القول، الغاية من وجودنا على سطح الأرض هو أن نترك الكون أجمل بكثير مما كان عندما أتينا إليه. وأنا أحاول من خلال رسالتي أن أساهم في تجميل الكون. يعتبرني الأخ عبد الحق بركة في حياتي، وأنا بدوري أعتبره بركة في حياتي. شكرا لك أخي عبد الحق. أخت نوال، هل ننهي تلك الحلقة؟ تفضلي للتعليق وكلمة أخيرة للمشاهد، تفضلي للتعليق على باقي المداخلات اللي لم تعلقي عليها بعد، وبعدين كلمة أخيرة. فكرة واحدة كالعادة، الأخ عصام، الدكتور عصام قد أتحفنا بها، قال كيف يطلب الإسلام من أتباعه أن يقتلوا الكفار؟ طيب أين الدعوة إذن؟
أين الدعوة إذن؟ إذا أنت بتعرف إنسان كافر ورايح تقتله، وين الدعوة؟ ما المفروض بسلام أن تنشر سلامك؟ لنفرض، دعوني أضيف إلى مداخلة الأخ، لنفرض أن الإنسان أصر على كفره، هل تقتله؟ يتساءل الدكتور عصام، هل يعقل أن يكون القتل محللاً عند الله؟ طبعاً لا، طبعاً لا، وطبعاً هذا ما أرادني الدكتور عصام أن أقوله. لم يبقى أي شيء. أشكر جميع الأخوة المشاهدين وأكرر أن كل إنسان فينا هو صورة طبق الأصل عن المثل الذي يقتدي به. وأكثر مثل أعلى يقتدي به الإنسان هو الإله الذي يعبده. شخصياً عندما ألتقي بأي إنسان من خلال أقواله ومن خلال تصرفاته ومن خلال لغة جسده، أستشف نوعية الإله الذي يؤمن به. طبعاً أنا شخصياً صورة طبق الأصل عن مفهومي للإله. أشكر الأخت نوال، أشكر كل العاملين في قناة الآرامية، أشكر الأخوة المشاهدين، وأعدهم بأنني سألتقي بهم بعد شهر من هذا التاريخ، فإلى لقاء. شكرا لك دكتورة وفاء، فعلا إلى لقاء آخر معك بعد شهر من الآن، إذا أعطانا الله عمره وأبقانا أن نلتقي مع مشاهديك وهذه الحلقات من برنامجك وبرنامج المشاهدين حرب بلا سلاح. شكرا جزيلا.